وللحديث عن استمرار معاناة النازحين في العراق خصوصا مع موجة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، معنا من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس. مرحبا بك معنا. أهلا ومرحبا بكم ومشاهديكم الأكارم. حياك الله دكتور. لجنة الهجرة والمهجرين تقول إنه من المعيب بقاء ملف النازحين دون حل حتى الآن، ما الذي يمنع من حسم ملف النازحين في العراق رغم مرور كل هذه السنوات؟ أنا باعتقادي أن كل هاي المطالب من هذه اللجنة لم تؤدي إلى الغرض المطلوب، وهو عودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم، لأن هذا الملف ملف معقد بالنسبة لهذه القوى المهيمنة والمسيطرة على القرار، وبالتالي أن النازحين يعانون معاناة شديدة مما يجري الآن في مخيماتهم. وحتى وزارة الهجرة والمهجرين لم تتخذ أي إجراء، والمطلوب من هذه اللجنة التي اقترحت عمليا وضع حد لهذه للنازحين والمهجرين أن تتخذ قرارا أو تطلب من البرلمان اتخاذ قرار بعودتهم إلى مدنهم وقراهم بدلا من اللف والدوران الذي هم احتاجوا عليه، لانها القضيه واضحه ومعروفه وهي فيها مساله التغير الديموغرافي. نعم. والشأن الطائفي هو المهيمن والمسيطر على اتخاذ مثل هذا القرار. نعم. لكن هذه المدن المدمرة والمخيمات المنتشرة في البلاد تستنزف طاقات وموارد البلاد المالية والبشرية المعطلة، وتستنزف الناس النازحين في الأساس. يعني على أي أساس تضع حكومة السودان أولوياتها؟ بالنسبة لما يجري حاليا في هذه المدن المدمرة والمخيمات، وهي تستنزف فعلا موارد مالية من الحكومة، لكن حكومة السودان أعطت وعدا في برنامجها من أجل إجراء حل لقضية النازحين والمهجرين وعودتهم إلى مدنهم، ولكن بعد مرور 9 أشهر من وجود حكومة السودان لم يتخذ أي قرار نجد به حلا لهذه المشكلة، وإنما ازدادت تعقيدات المهجرين وخاصة في وضع الشتاء والصيف كما هو معروف لدينا، وكما نسمع في أخبار من الحرائق التي تجري في الخيم حاليا وعدم وجود كهرباء وماء صالح للشرب وعدم وجود رعاية صحية وانتشار المرض بين صفوفهم. هذه قضية إنسانية يجب أن يتخذ العالم بها قرار من أجل عودتهم إلى مدنهم، ولم تكون هناك منظمات مجتمع مدني تأخذ على عاتقها هذه المهمة. المطلوب حاليا هو رفع الصوت من أجل عودتهم إلى مدنهم وقراهم. نعم. المطلوب من من دكتور؟ لأنه اتفاقات قالت الكتل المحسوبة على السنة أنها أنجزتها قبيل تشكيل الحكومة، وهي اتفاقات عديدة، يعني بدءا من ملف العفو العام مرورا بالمهجرين وصولا لإعمار المدن المدمرة، لكن أيا منها لم يتم. هذا صحيح، لأنه الكتلة السنية التي اتخذت قرارا وبالاتفاق مع القوى المتحالفة معها على عودة اللاجئين لم يتم تنفيذ مثل هذا القرار، ولكن المطلوب من القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني أن تأخذ على عاتقها مهمة رفع الصوت عاليا من أجل عودتهم، لأنه قضوا فترة ليست بقليلة وهم بعيدين عن دورهم وسكنائهم ومزارعهم ومصانعهم ومدارسهم، وحتى لا توجد لديهم أي متنفس من أجل إيجاد
صيغة إنسانية للتعامل مع هؤلاء إذا كانوا في جرف الصخر أو في الأنبار أو في الموصل وغيرها من مدن العراق، هم موجودين حاليا في مدن أخرى كما في كردستان وما يجاور صلاح الدين وغيرها من هذه البلدان التي تتواجد فيها مخيمات النزوح. نعم دكتور، يعني أنت تعرف بين انتخابات وأخرى تظهر بعض القضايا التي يسوقها المرشحون ويعملون عليها لكنها تختفي بعد ذلك، ومنها قضية النازحين على سبيل المثال والمهجرين. الآن قبيل الانتخابات، انتخابات مجالس المحافظات ظهرت من جديد، هل تتوقع أن يصدق السياسيون هذه المرة؟ في الانتخابات دائما تطرح الكثير من المرشحين برامج، لكن للأسف هذه البرامج تفقد مصداقيتها أثناء انتخاب هذا المرشح أو ذاك، ولذلك يتاجرون في هذه الشعارات البراقة التي تجدها أمام صورهم دائما، أن هذا المرشح الفلاني سوف يقوم بالعمل الكذا من أجل مصلحة الشعب والوطن، ولذلك هذه الشعارات البراقة لم تنطلي، ولذلك إن الناس الموجودين في الداخل ليس لديهم رغبة بانتخاب مثل هؤلاء، لأن سبقوا أن كذبوا عليهم بشعاراتهم وبمطالب هم رادوها فعلا بالتحقيق، ولكنهم لم يجدوا أي طريق من هذا المرشح أو ذاك في طرح هذه القضية حتى أمام البرلمان ولو. نعم، لكن في سياق آخر هناك تراجع في الدور الأممي تجاه النازحين والمهاجرين كما تلاحظون دكتور محمد، ما أسباب ذلك وكيف يمكن إعادة إحياء هذه القضية؟ صحيح، حتى يوناني لم تتخذ أي إجراء في هذا الشأن، وهي تعتبر أن هذه المنظمة تأخذ على عاتقها مهمة ما يجري الآن في العراق من تطورات إنسانية واجتماعية واقتصادية، لكن للأسف لم نسمع لها أي صوت، وحتى المنظمات العالمية لم تأخذ أي إجراء في هذا الشأن، وإنما هناك بعض التنظيمات الداخلية في العراق من منظمات المجتمع المدني ممكن أن تطرح هذه القضية بشكل صوت خافت، وإنما المطلوب حاليا هو أن تعزز هذه المطالب برفع الشعار بصوت أعلى، لأنه النازحين الآن والمهجرين معاناتهم ليست بالقليلة، صيفا وشتاء هم يعانون، في الشتاء تطفو الخيم عليهم ولا يمكن لهم أن يناموا في هذه الخيم، وفي الصيف ومن الحر اللاهث لا توجد كهرباء لديهم ولا ماء شرب، كل هذه المعاناة الإنسانية بحاجة إلى أن نرفع الصوت عاليا من قبل كل الناس الشرفاء في وطننا لعودتهم، وهذه المعوقات يجب أن نفهمها جيدا، إنها هي معوقات من قبل الميليشيات والتي هي الآن تعتبر السلطة الحاكمة في هذه الوزارة، ولذلك تأتي إليهم إجراءات من إيران بأن لا يعودوا هؤلاء النازحين إلى قراهم ومدنهم، وإنما يجب استغلال بيوتهم من أجل إيجاد منصة أو بالأحرى حياة جديدة وسكن لمجموعة من الإيرانيين منحوا الجنسية العراقية على يد حكومات متعاقبة من 2003 لحد الآن، منحتهم الجنسية وتوطنوا في العراق وأصبحوا أشبه بمواطنين وهم إيرانيين بالأصل، دخلاء على وطننا، ولذلك يجب أن تكون هذه القضية قضية
قضية رأي عام عالمي ورأي عام داخلي من أجل إنهاء. نعم، أشكرك جزيلا الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.